كذلك من فضل التوحيد أنه يكثر القليل. وقد جاء في الحديث حديث البطاقة المشهور أنه يؤتى برجل فتعرض له سجلات 99 سجل على مد البصر، ثم تعرض عليه هذه السجلات من أعماله، من بوائقه، من جرائمه، سواء من ترك واجب أو فعل محرم، فيقال هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيقول لا يا رب لا أنكر شيئا من ذلك، فخلاص يوقن أنه هالك مع هذه البوائق وهذه المنكرات وهذه الجرائم. فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول ما تفعل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لن تظلم، فيؤتى بلا إله إلا الله فتوضع في الكفة، في كفة، والسجلات هذه في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، تثقل لا إله إلا الله وتطيش هذه السجلات بفضل التوحيد.